للمزيد ينضم إلينا من بور سودان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك، ما هي آخر المعلومات المتوفرة حول معارك أم درمان والحديث عن مقتل 40 شخص وكذلك المعارك الدائرة في الفاشر؟ نعم حامد، الحصيلة في أم درمان قابلة للزيادة، خصوصا وأن القصف المدفعي المتبادل كان لليوم الثاني على التوالي موجودا بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث قصفت قوات الدعم السريع منذ الصباح الباكر بكثافة مواقع للجيش وأيضا محلية كرري ووادي سيدنا، مما جعل عدد كبير جدا من المدنيين يسقطون جراء سقوط هذه القذائف على المنازل وعلى المناطق المختلفة التي يسيطر عليها الجيش في شمال أم درمان. وتقول بعض الأصوات أن هنالك عدد كبير جدا من الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفى النو، وأن هنالك آخرين قد تم دفنهم دون الوصول إلى المستشفى، وبالتالي حتى الآن الإحصائيات غير دقيقة فيما يخص المدنيين الذين سقطوا جراء هذا القصف. أيضا هنالك قصف مدفعي من الجيش ناحية تمركزات قوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري. أما بالنسبة لمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، أيضا تواصل القصف المدفعي لقوات الدعم السريع بعد ساعات من الهدوء في الصباح الباكر، حيث قصفت قوات الدعم السريع الأجزاء الجنوبية والغربية وأيضا وسط المدينة ناحية السوق الكبير وأيضا مقر الجيش في مدينة الفاشر. وكانت هنالك نداءات وبيان من السيد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، دعا فيها إلى الاستنفار وإلى الدفاع عن مدينة الفاشر، وقال إن قوات الدعم السريع تواصل في تحشيد قواتها في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة. أما يخص الأوضاع الإنسانية فأيضا هي أوضاع إنسانية كارثية حامد، وتزداد سوءا كل يوم، انقطاع للتيار الكهربائي، انقطاع للمياه، وأيضا انقطاع لشبكات الاتصال والإنترنت في المدينة. هنالك مستشفى وحيد يعمل في المدينة وهو المستشفى الجنوبي، وحتى هذا يتعرض للقصف بين الفينة والأخرى، وحتى الإمدادات الطبية الموجودة في هذه المستشفى لا تكفي المواطنين ولا تكفي الجرحى الذين يريدون على هذه المستشفى، رغم أن الجيش قد قام بإنزال جوي لمعينات طبية ومواد غذائية لأكثر من مرة، ولكن يبدو أنها لا تكفي في ظل ظروف الحصار الشديد الذي يمارسه أو تمارسه قوات الدعم السريع على المدينة. أما بالاتجاه ناحية ولاية الجزيرة وولاية النيل الأبيض، تقول الأنباء أن هنالك عدد من المسيرات التي أسقطتها المضادات الأرضية للجيش في ولاية النيل الأبيض، تحديدا في مدينتي كوستي وكنانة، وأن زيارات الفريق البرهان تتواصل، حيث زار بالأمس مدينة المناجل القريبة. أشكرك ونكتفي بهذا القدر وائل محمد الحسن، نقترب الآن من رأس الساعة وننتقل إلى ساعة جديدة من هذه التغطية. شكرا لك.